السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جينا باش نوجدوا معكم التحضيرات ديال السلو ان شاء الله يا ربي تكملها عام بخير وعلى خير، تقربات تولدي ان شاء الله. دعوا معها ان شاء الله يفك الله سبحانه وتعالى على خير وبخير. غادي نبداو معكم اليوم التحضيرات. اليوم يلا غندير التحمار ان شاء الله، قدني الوقت راه غنخلط اليوم، ما قدنيش الوقت، راه غادا غير نحمر بعد هذا الشيء. عندنا هنا واحد الكيلو ديال اللوز اللي غادا نديرو غير في الفران، ما غاداش نقليه، غادي ندخلو غير الفران يتحمر. وعندنا جوج كيلو ديال الجنجلان، وعندنا كيلو ديال الكاوكاو، حتى هو غادي نحمرو في الفران. الجنجلان غنحمرو غير في المقلة. وعندنا جوج كيلو ديال الفورص اللي هما سبقنا حمرناهم في الفران ديال الزنقة، هما كانوا 3 كيلو، ولكن فاش كتديه يتحمر تيعطيك غير جوج كيلو، لأن تينقص ما تيبقاش. عندنا واحد نص كيلو ديال السكر كلاصي، وعندنا هذا إلان، سميتو هذا إلان. عندنا إلان، وعندنا حبة حلاوة، وعندنا النافع، وعندنا زيت العود نسيترو، وعندنا العسل، وخلينا واحد الزلافة ديال اللوز اللي سبق لي غليتها في الما سخون، غادا نفسخها ونقليها، هادي كنخليها للتزيين إن شاء الله. وغادا نبدا دابا المرحلة الأولى، غادا ندخل اللوز هو الأول الفران، ونتبعو الكاوكاو إن شاء الله، وغادي المراحل هما هادوك. ومازال غنصور معكم إن شاء الله، غادي يجينا الصالون في العشية إن شاء الله، عندنا واحد المفاجأة زوينة. وغنصور معاكم البلاكار حتى هو اللي خدمه واحد السيد ما شاء الله زوين، مازال ما كملوش في الفينيسي، ولكن واحد الخشب عنده صراحه زوين ان شاء الله. فاش غادي يكمل غادي نصوره معاكم باش تشوفوا، ونخلي لكم الرقم ديال السيد في بعض القنوات ان شاء الله. وكنتمنوا تدعيوا معنا ان شاء الله كلشي يدوز بخير وعلى خير، وانتظرونا ان شاء الله غادي نصوروا معاكم المراحل كامله ان شاء الله ديال الولاده. وما تنساوش لي لايكات ودعمونا لعجبكم المحتوى ديالنا، وكنقول لكم كنشكركم بزاف. نرجع معكم بعد قليل ان شاء الله، بعد ما نحمر هذا الشيء ان شاء الله نرجع معكم. المهم الحباب، حسنا بدات معكم الفيديو، وانا غنكملوا معكم على حقاش هي مشات بحال هكا لدارها. المهم بعد ما حمرنا المقادير ديال السلو، دابا جينا ان شاء الله باش غادي نخلطو، غنخلطو انا وجارتي على حقاش حسنا مشات خلاتنا بالحرف الى خوات مينا. غادي نكمل انا وياها، انا وجارتي غادي نكملو ان شاء الله التخلاط. المهم هذا الطحين بعد ما حمرناه وداكشي دوزناه في الغربال، غادي نزيدو عليه ان شاء الله دوك النواشف الاخرين، حبه حلاوه والنافع، نزيدو عليه إلان اللي طحناهم حنا، تدينا داكشي حنا طحناه عند العطار، ما طحناش في الدار. داكشي علاش هادشي باقي في الساشي؟ جبناه بالساشيات ديالو، باقي كنحلو بالساشي وكنديرو. غادي نخلطو النواشف مع بعضياتهم، عاد ان شاء الله غنزيدو عليهم اللوز والزلجلان وكاوكاو اللي طحنهم لينا العطار مزيان، سحقهم لينا باش ولاو معلكين باش كيخرجوا لنا داك الزيت ديالهم، باش ما نحاولوا باش ما نكثروش فيه الزيت، باش ما يجيناش ميدم. المهم هنايا درنا ليه، درنا داك اللوز وزلجلان وكاوكاو اللي مطحونين مزيان، كنخلطوهم هكا مع الطحين ومع هادوك الاعشاب الاخرين اللي درنا. عاد ان شاء الله غادي نزيدو عليهم، حيت بقي عندنا ما طحناش كلشي، خلينا شي وحدين هنايا، هذا اللوز خليناه للتزيين، وهذا اللوز وكاوكاو غير هرمشناهم ما طحناهمش مزيان، درناهم غير في الهاشوار. وداك الزنجلان اللي ما درنا له في الهاشوار، لو حمرناه وخلينا غير هكا، غادي ان شاء الله نضيفو المقادير الاخرين. ندير لك انا نكب ليك. المهم هنايا حنا قسمنا الكميه على حق جاتنا كثيره في القصريه، ما خلطاتش لينا كلشي، درنا نص هنا في هذه القصريه ودرنا نص اخر في القصريه الاخرى. غادي نخلطوا بعد هذا النص، عاد نخلطوا النص الاخر. هنايا بعد ما خلطنا داكشي ديال النواشف وخلطنا داك اللوز وكاوكاو
الزنجلان هذوك اللي مطحونين مزيان، عاد غادي ان شاء الله نزيدو عليهم المقادير الاخرين. غادي نزيدو واحد درنا واحد القبيصه ديال الملحه اللي صحيح الذوق، معلقه ديال القرفه، مزيان ضروري باش ما يبقاش فيهم داك التكتلات. ساره كتخلط والله يفوق حيلك وتدعو معاها ان شاء الله يا ربي تشكي لينا على خير. الله يلا اللي تبكي بلا تشوفي دير سكر كلاصي لا ديري الزنجلان لا حتى هذاك ديري لي النص هكا ونص هكا. المهم هنايا ضفنا السكر كلاصي بعد ما غربناه، غادي حتى هو نخلطو ان شاء الله مزيان مع دوك النواشف. ندير لك الزبده، هاد الكميه الاخرى عندنا هنايا رابعه ديال الزبده اللي درنا الزبده مزيانه ديال سونترال. نزيد لك ندير لك الزيت ولا تمشي الزبده ورتاي بغيت ليك وكاين الصهد عندنا واحد الصهد عرفتي راه ما تتقديش الكوزينه سخونه الدار كامله سخونه. المهم هنايا غادي نضيفو زيت العود داك الكمية ديال زيت العود والعسل كتبقى اختيارية كاين اللي يبغي مهلك كاين اللي كيبغي شوية ناشف نكوب ليك ان ولا تكوبي راسك خاصني نديرهاش حيت حنا دابا كنخلطوا هاد الكميه وباقا لنا الكميه الاخرى ان شاء الله غادي ملي ان شاء الله غنساليو من هادي عاد غادي نخلطوا الكميه الاخرى اللي باقا وغادي نضيفوا العسل انت غادي نضيفوا العسل حنا اليوم طلقنا الفيديو شاركنا معكم كلشي هادشي ما قطعنا والو المهم هنايا غادي نضيفو العسل
المهم خليكم معنا بعد ما غادي ان شاء الله ندلكوا الصفوف ديالنا مزيان ولا سلو كيف ما كل منطقه وشنو كيسموه، كاين اللي كيسميه صفوف، كاين اللي كيسميه سلو، كاين اللي كيسميه زميطه. المهم بعد ما غادي نساليو ان شاء الله التليك ديالو غادي نتلاقاو معكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم رجعنا معكم بعد ما خلصنا السلو، سالينا التخلاط ديالو، ها هو الشكل ديالو تبارك الله كيفاش كيجي، جا بنين وجا زوين، ما كرهتش نطوقكم كاملين صراحه. ها هو شحال خرج لينا، هي الكميه الثانيه، هذا السلو ديال السابع تبارك الله، جا زوين وخرج حتى كميه اللي هي كبيره ان شاء الله بحول الله. كيجي الجلدي تبارك الله، حتى اللون ديالو هذا هو اللي كنت بغيت انا، بغيت بحال هذا اللون هذا، ما يجينيش قهوي بزاف مغلوق. ما شاء الله جا رائع رائع ان شاء الله، منتظرنا ان شاء الله التحضيرات الثانيه ان شاء الله ديال الكاطو اللي غادي نبداو نوجدو ان شاء الله. تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، ومرحبا بكم في القناه ديال حسنا شانيل. ما تنساوش تدعمونا وتعاونونا ان شاء الله باش نزيدو بالمزيد ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.